إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونحن في قرية ثيلة. أنا مع الشيخ الإمام معلم القرآن مع اللوحة والقلم والدوي. ها هي الدوي، ما زال القرآن بخير، وما زالت الأمة بخير ما دام نستعمل اللوحة والقلم والدوي. الشيخ، هناك من يعلم القرآن عن طريق المصحف، هل الطريقة هذه أفضل أم من المصحف مباشر؟ طريقة القلم والدواية اللوحة هي الأسهل والطريقة الصحيحة، معناها الإنسان كده يقرأ في اللوحة تشد له طول، أما الكتاب ينسيك. صح. كتاب كنت تحفظ روك تحفظ ثمن بعد ترجع له تنسى، بصح اللوحة راه عندك هذا حوايج، عندك راك تكتب. صح. وتفتي يفتي لك الطالب. صح. راك تقيد ومن بعد تحفظ، راك تعرضه عليه، معناها راه تقعد تكتب اللوحة أحسن من الكتاب الحفظ تاعه. أنت راك تستعمل طريقة تحفيظك للطلبة، كيف تبداها؟ ابداها لهم، نكتب لهم اللوحة ومن بعد نقريهم فيها. إذا كان يعرف يقرأ راني نقريه مرة نشوف له التكسار، وإذا كان معناها ما يعرفش يقرأ نقريه. كما نقولوا مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، نعودها له 10 مرات هذه الكلمة، وبعد نزيد سطر الزاوية الثالثة، ومن بعد نعودها له قاع مرة. وإذا كان إنسان ما يعرفش يقرأ نقسمه على التلاميذ، كل واحد يروح يقريه 10، واحد يقريه 10 يجي حافظ. بكرين عم سيدي كانوا يديروا، كان المعلم يكتب بقلم الرصاص، والطالب في القرآن يتبعها بالقلم. راحت هذه وقيلة؟ راحت نفس هذه، ما كانش لا عدو ما عدو ذراري ما ياخذ لكش دوايات. درك راه فاني قلت الدوايات. ايه الدوايات، عاد كي تقول وجيب دواء يقول لك ما نعرفش الدواية، وما الجيل هذا الوقت ما يعرفوش الدواية. والمحي، بالنسبه للمحي هو المشكل ثاني، كيما ماده الصيصال، وين من جيبوها؟ الصيصال فاضله، كاينه الا ما شتاو شي. الصيصال كاين. كم عدد الطلبه اللي عندك هنا؟ عندي ياسر، الستين. الله يبارك، بنات وذكور دراري باركين. يا الله يبارك، ما شاء الله. راه عندي كاع بالاحصائيات، عندي ورقه، ما شاء الله ما شاء الله. والبنات يعود 31، هذه معناها راه خفي رمضان، وبعد رمضان يلحق الصيف تفوت 300. بالنسبه نعم سيدي، بالنسبه للطلبه اللي عندك هنا يحفظوا القران الكريم، مستواهم الدراسي هل ارتفع المستوى الدراسي ام نقص المستوى الدراسي؟ ارتفع بكثير. ارتفع التلميذ كيعود يقرا عندي هنا في المسجد الثمن، كاين بعض المرات يحفظوا لي في 20 دقيقه 25 دقيقه. وفي المدرسه ايضا معدلات الله يبارك، ومنهم تلميذ انا قري فيها والناس نشفع بينا الله يبارك، يقولوا مصطفى دراح شفع بينا سنا، ربي يحفظه ان شاء الله يبارك. وراه في تحسن، راه انسان يقرا في الاولى ثانوي، العام اللي فات راه جاب الاهليه، راه خاتم النص، راه كمل النص، وراه يعاود فيه ان شاء الله. العب بعد رمضان دي يطلع النص فوقاني، وان شاء الله هاي ثمره من ثمرات ما شاء الله. نعم سيدي، بالنسبه للاولياء، كيف الاولياء، كيفاش تعامل الاولياء معاك؟ هل الاولياء راهم يتابعوا في وليداتهم، سقسوا عليهم؟ الأولياء كاين اللي يتابعوا في وليداته وكاين اللي مش يتابعوا فيه. أنا كانوا عدي هنا في القرية، كانوا عدي 4 خاتمين القرآن. الله يبارك ما شاء الله. أنا قديم هنا من 2019، خاتموا عدي 4 القرآن. الله يبارك. أنا كنت روح نحلل في بوياتهم باه يجيبوهم يقراوا، يقولوا لي والو راه خدام، راه الصباح يصبح خدام، العشوة يصبح يعشي خدام، وراه ما يطيقش. بالساسية 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 لقاها فرصة، التلميذ لقاها فرصة من عند بوي وبطل، وهو راه خاتم القرآن هنا. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. عندنا 4 ولا 5 خاتم القرآن هنا، وكاين النص، وها هو من جماعة النص مصطفى يتكلم عليه. ما شاء الله. ختم عندي هنا النص تاع القرآن. الله يبارك ما شاء الله. معناها كاين الآباء اللي راهم حارصين على وليداتهم، وكاين اللي آباء ما يسقسوش كاع. مش قافية معناها في، نقول لك في القرية دي في كل بلاصة. لا لا لا، عموما المشكلة عام، احنا ندوروا هذا المشكل، نحاولوا انه نغيروا منها من هذا المشكل. معنا الشيخ المسعود، الشيخ المسعود انا متأكد. نعم.
وأشعر وأحس باللي تفاجأت في قرن بثيلة رسمي قاع. رحنا لهدا مدارس قرآنية ما استقبلناش حتى المعلمين تاع القرآن والمسجد الثاني ما كانش استقبل والو يدرجوا مش عارف علاه. رانا داخلين في حاجة شينا ولا حقنا نعلموا في القرآن وأسئلة حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام. وإحنا رانا نتفاجئنا الله يبارك ربي يبارك ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. آمين. يقول الشيخ واحد بركي يسقط فينا الشيخ طيب الإدريسي. الشيخ طيب الإدريسي هذه المدرسة لنا في قرية ثيلة بلدية تعظمية دائرة عين الإبل. هذه رانا في مدرسة قرآنية في ثيلة كانت تسمع من ثيلة. رانا في قرية ثيلة. حكيت اللوحة ثاني راحت. راحت لقينا في الأكثرية مو ما راحتش كاع بصح في بعض منيح. درك أنت تتشرب وتكتب الله يبارك ربي يعاونك إن شاء الله. إن شاء الله. وراك راك في جهاد. وأي جهاد مش جهاد عادي وكان أجل جهاد عادي أو عادي معنا كذلك الشيخ ممكن أنا ما تفاجأتش هم اللي تفاجأوا وأنا ما تفاجأتش من ثيلة يعني نعرف من ثيلة أنا ثيلة أعرفها من الثمانينات كنا نخيم هنا يمكوت الواد زين كنا نجو نديروا لقاء مخيمات كشفية أنت عندك أبناء يقرأوا هنا هذا ابني واحد ما شاء الله زيد شوي هون الله يبارك ربي يعوض ان شاء الله يا ربي ايش خليك انا سبب لك ليه يا ربي ان شاء الله امين يا رب كمل 60 كمل ان شاء الله ربي يعوض ان شاء الله كمل كمل 60 وش تقول للاولياء باش 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 يتابعوا وليداتهم وخاصه في القران الكريم انا اللي نقولها نفس الشيء اللي قالوا الشيخ الشيخ بلرباح راه كاين واحد الفكره راها تمشي مع الاولياء صح يقول لك ابني انا اذا كان يقرا في ليكول راه ما يقدرش يقرا في المحاضر صح صح هذه راه الوقت ما يكفيهش وراه ديك وهي بالعكس انا ابني هذا ها هو نموذج صح راه يقرا الحمد لله معدل تاعو الله يبارك ما شاء الله ربي يوفقه 15 16 الله يبارك والعام اللي فات راه كان شهاده وسنه راه اولى ثانوي علمي بما ان ماده الاقتصاد العلوم يقول لك صعيبه هذيك والحمد لله ما كاينش من هذيك باه يقول لك ما يقدرش يقرا في ليكول ويقدر يقرا في المعهد بالرغم من انه راه ما عندناش متوسطه وما عندناش ثانويه هنا وراه يتنقل وقادر بقدره الله سبحانه وتعالى وبرضا الوالدين قادر باه يوفق بين المدرسه وما بين المدرسه القرانيه بالنسبه للمتوسطه بنيت منذ اكثر من حوالي عام اكثر من اكثر 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 من عام تقريبا واحد الاربع سنوات وما زالت الابواب مغلقه ما زال لحد ما عطاوكمش السبب على السبب هي اول منين بداوها ما بداوهاش متوسطه بدات كابتدائيه والزياره التاليه تاع الوالي هذه راها في رمضان برك نشكروا على الزياره تاعو اعطانا الموافقه باه يحولها من ابتدائيه يحولها للمتوسطه الاشكال وين بقى؟ بقى على حساب المدير التربيه قال لك كما نقولوا احنا بهذه الاوصاف ما تقدرش تفتح متوسطه. راه فيها لحد الان ست اقسام اللي كاملين وفيها الاداره وفقط. من الزياره التاليه هذه تاع الوالي اعطانا زادنا ست اقسام اخرين باه توفر فيها شروط تاع كمتوسطه. تاع متوسطه ومطعم. وكاين الحوايج اللي تتبع المتوسطه حتى الحاج ممكن الاخ دحمان قبل يمشي ما عجبته الشوارع لا لا طابي لا تطوارات لا وين كيف ومع انها انه ثيلة وعاء انتخابي كبير ايه كاين بالنسبه للتنميه ما حدث ولا حرج حديث ولا حرج شيخ بلال راك تعرفها انت الى من قبل وكيما قلت لك راك اختصرتها في جمله كيما جيتها في 2000 والله تجيها في 2020 والله في 2025 والله كاين والو صح الى هين ثيلة هذه الشوارع تاعها صح تفتقر لادنى شروط الحياه صح كيما نقول الارصفاء تعبيده تاع الشوارع الماء لحد الان عندنا مشكل كبير في مياه الشرب في الماء تاع الشرب عندنا هنا فراج
راح في 4 سنوات كامل دعت في الدولة تقريبا قليلة 700 ولا 800 مليون. فقال لي شكال وين؟ خاف اللي باهي هبطروا بها الاتريسيتي باهي يديروا له ترانسو على ترانسو مش عارف شحال يسوى ما كاين والو. رانا لحد الآن في 4 سنوات نعانوا من المشكل هذا تاع المشكل عطشاني مانيش عارف برك الإشكال وين. مش عارف الإشكال لا في, في التسيير ولا في المسؤول بحد ذاته ولا مانيش عارف الخلل وين. كي تجي الانتخابات تتكالب كل الناس على الانتخابات وجوية صلى الله العافية. كي تجي الانتخابات صلى الله العافية وهذه راه مش قاعدنا احنا قاع راها في كل بلاصه عموما في كي تجي الانتخابات وتشوف الوعود وتشوف البرامج اللي يعطوها لك المترشحين تقول خلاص صح تقول وخاصة مناطق كما هذه السيد الرئيس رئيس الجمهورية أكد على تنمية مناطق الظل أعطاها أهمية كبيرة لكن لحد الآن ما شفناش منطقة الظل تغيرت هنا في خاصة هاك في المنطقة هذه منها مازال ما كاين والو مازال من نشوفوا بالنسبة للوعود تاع رئيس الجمهورية والخطابات تقول خلاص صح في أرض الواقع شيء واحد آخر. من شاف الإشكال هذا عندنا راح في ولاية الجلفة ولا بصفة عامة الله أعلم من شاف هم أقول الأكثرية في ولاية الجلفة الأكثرية عندنا لأنه منه ومنه كاين قول شنا تغيروا منه في الشرق في الغرب تغيروا نزع قاع ولا كانوا ظل ولا عواصم قاع. لكن يبقى هنا نداءنا للمسؤولين ربي يهديهم ويهدينا الخير إن شاء الله أرواح وأرواح وزور وهذه النسبة راح تروح العهدة تمر ومن بعدكم تجوا ترجعوا أرواحوا ديروا بصمة هنا يبقى على أقل الناس تحترمكم وتقدركم وخدموا للمدينة. دعوني أهدي هذا المصحف الشيخ الإمام أرواح وقد مشمي هذا الشيخ الإمام هذا اللي قلتها أنا بعدنا إحنا يا من الحصان تاعنا ربي يحفظك ان شاء الله ربي يجزيك ربي يوفقك ان شاء الله وانت يا نهدي لك هذه انت يا هاك جعده درك جعده قاعد ما تقول هذه ما تقول ما اجحدها قاعد نهدي لك اجحدها او تبعنا مصطفى قلت لي اسمها مصطفى الله يبارك ربي يحفظه ان شاء الله طالب مصطفى احنا نقول له الشيخ مصطفى انه جاي نقول له الشيخ لانه الشيخ ليقرأ القرآن قاعد نسموه الشيخ مصطفى كفره كفرك معلم مع العقرية الحمد لله الحمد لله وقد وهذا قاعد فضل والدين والدين نعم الشيخ نعم والدين ومعلم القرآن معلم القرآن يدعو له حتى الحيتان في البحر تدعي له ما بالك في الطيور في السماء في السماء مصطفى لمن تهدي تحياتك؟ تحياتك لمن تهدي؟ هدي السيد الوالد والوالد والوالدة نسيتها أو شنو؟ الله يرحمها الله يرحمها كاينة أم الثانية الحمد لله إن شاء الله يا رب الله يبارك إن شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وهي اللي رعاتهم ورباتهم وهي اللي راه واقفة عليهم معايا صح ربي يحفظها إن شاء الله وأعطوها دعوة خير إن شاء الله من هذا المنبر متحملة معايا المسؤولية ربي يحفظها إن شاء الله بمعنى الكلمة أم ثانية صح ربي يعطيها ان شاء الله قد من الارض للسماء ان شاء الله اذا مصطفى ربي يوفقه ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله وتعود اطار من اطارات هذه القريه هذه ان شاء الله القريه يتغير حالها الى احسن حال ان شاء الله وربي ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله في مساركم الدراسي والعلمي ان شاء الله وتكونوا مشاعر لهذه القريه لانه وليداتهم اللي يهزون كل قرية يهز وليدات فما يهزش وليدات ما يجيش واحد رسالة برك للمسؤولين صدقني أقول راني كي نعود نتلو في كتاب الله نلحق الآية هذه وقفوهم إنهم مسؤولون رسالة لكل مسؤول أنا نصيحة كأخ والله كابن والله كمواطن المسؤولية تكليف وليس تشريف مسؤولية تكليف وليس تشريف نصح أي مسؤول يرجع للآية هذه من 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 منطلق هذه الآية يعرف المكان تاعه في الدنيا وفي الآخرة إن أحسن في الدنيا وكان جزاؤه عند الله عظيم
وإن أساء أساء لخلق الله ويوم الحساب شيء آخر. إيه. وبارك الله فيك. الله يسلم عليك. الجوبر محمد كان تعرفه قال لي سلم عليك. ربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه. قال لي يقول له سلم عليك الجوبر الجوبر محمد. ربي يحفظه إن شاء الله بارك الله. آمين. وخلوا لنا الشيخ يدعينا دعوة. ربي يحفظه إن شاء الله ربي يجزيه دعوة دعوة خير إن شاء الله يعطيها لنا ويعطيها قاع الجزائر وقاع الوطن الإسلامي كله. أولا أشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة المباركة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان في العشر الأواخر من رمضان وهي العتق من النار. إن شاء الله ربي يعتقنا من النيران. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا ونعوذ بك من فقر ينسينا ونعوذ بك من الدنيا تشغلنا وتلهينا ونعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من الهم وحزبته. أليس فينا عبدا مؤمنا إذا قال يا رب قلت لبيك يا عبدي. اللهم أليس فينا عبدا مؤمنا إذا قال يا رب قلت لبيك يا عبدي. في هذه ربي إن شاء الله ربي يفتح عليكم إن شاء الله ربي يحفظكم على هذه المجيء. راه التفاتة طيبة راكم فرحتونا قبل دراري فرحتهم لنا ورانا محتاجين هنا في المحضرة الواحد أنا محتاجين ألواح محتاجين كتب ومحتاجين معناها اللي إنسان دي يتبرع أنا محتاجين. إحنا هنا في القرية دي نستعملوا الألواح اللي عدوا ألواح ولا حي يجيبها منا ولا كتب ما عليش. وربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظ جميع الأمة الإسلامية ويصحى فطوركم إن شاء الله. ربي ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي إن شاء الله ربي ينصرهم ويصحى فطوركم. والسلام عليكم ورحمة الله. صح ربي يحفظك الحمد لله سيدي. الله يسلم عليك ثاني الحاج بشير العايب ثاني تعرف ربي يحفظه إن شاء الله. يسلم عليك هم قاعد يسلموا عليك. بالنسبة للنداء الشيخ نعم سيدي نداء تعاون نوجه من الحاج مسعود حلباوي. يعني الحاج مسعود حلباوي المدرسة هذه في نثيلة تحتاج الألواح تاع القرآن الكريم وراك فهمني وش راني نقول هذا تحتاج الألواح. أما بالنسبة للمحسنين راها تحتاج المصاحف المصاحف الكبيرة والصغيرة حتى الأجزان تاع قد سميع وعمة نعم سيدي هذه كنا نحبس ولا إذا أعزائي المشاهدين من نثيلة من القرية الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أن يحفظ الحدود ويملأ السدود ويحفظ جيشنا المرابط في الحدود إن شاء الله. الله يوفق شبابنا لما فيه الخير للبلاد والعباد وربي يهدينا ويهدي المسلمين تعالى الخير وفوقهم قبل فوات الأوان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وكلمتنا من أجل هذا الوطن العزيز بلد أو وطن الشهداء مليون ونصف الشهيد. من نثيلة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صحى فطوركم ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.